تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه مشاركة إذاعة القرآن الكريم بناء على طلب من الحاجة ياسمين الحصري رئيس مجلس إدارة جمعية الشيخ الحصري. والشيخ الحصري يعتبر علامة من العلامات في قراءة القرآن، فهو أول صوت انطلقت منه إذاعة القرآن الكريم منذ 59 عاما، وله أيادي كبيرة جدا وطيبة جدا فيما يتعلق بقراءة القرآن الكريم، فهو عميد قراء القرآن الكريم وشيخ مشايخ القراء في مصر في وقته. احتفالية النهاردة زي احتفاليات كل سنة اللي بنعملها، عبارة عن ذكرى بنحيي فيها ذكر القرآن الكريم، بنحيي فيها الحث على تعلم القرآن وتجويده وأحكامه وقراءاته، وندعو الناس إلى الأماكن اللي مؤسسة الشيخ الحصري وجمعية الشيخ الحصري فاتحينها لاستقبال الجمهور لتعلمهم القرآن الكريم. دايما بيكون الاحتفال في كثير من القراء، من قراء القرآن الكريم، سواء المشاهير أو حتى غير المشاهير المحبين لأهل القرآن الكريم. النهاردة كان معنا فضيلة القارئ الطبيب الدكتور أحمد نعينع، وهو أصر أنه يحيي الحفل احتفاء ووفاء لفضيلة الشيخ الحصري ولما قدمه الشيخ الحصري للقرآن الكريم. طبعا أنا سعيد جدا بحضوري هذه الذكرى العظيمة، ذكرى مولانا فضيلة مولانا الشيخ الحصري اللي صوتي اللي أنا يعني تربيت على صوته من طفولتي، وأذني اتفتحت على صوته. هذه المشاركة في ليلة كهذه أعتقد أنها هي المنتج والثمرة الأخيرة التي يجب أن تكون في علماء الأزهر الشريف. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن